بسم الله الرحمن الرحيم. يجوز للصائم أن يبتلع لعابه، يعني الريق، فلا إشكال. ممكن هذا الإنسان حتى لو هو جمع ريقه بتمه وبلعه، ما لا يوجد إشكال. طبعا إذا هذا الريق، هذا اللعاب، هذا الريق طلعه لبرا، لا يجوز يرجع إنه يفوته على حلقه، على فمه، يرجع يبلعه. ولكن ابتلاع الريق ما دام هذا الريق، هذا اللعاب موجود في الفم، فلا إشكال في ابتلاعه ولا يفسد الصوم. أما البلغم يلي بيطلع من الصدر، هذا البلغم إذا وصل إلى جوف الحلق، يعني وصل لتمه، وكان قادر يكبه لبرا، يبزقه لبرا، ولم يفعل ذلك، وبلعه عمدا، وجع، يعني وصل على الحلق، الفم، وبلعه عمدا، فهذا مفطر. وأما إذا لم يبلعه عمدا، طلع وصل للحلق ولكن رجع بلعه عن غير قصد وليس عمدا وما قدر إنه يمسكه، فهون يصح الصوم. ولكن إذا وصل إلى الحلق، إلى جوف الحلق، وبيقدر إنه يكبه لبره ولكن بلعه، فصومه باطل. وتقبل الله أعمالكم.